بمشاركة 100 شركة محلية وعربية وأخرى أجنبية، انطلقت فعاليات مهرجان البصرة الدولي للتسوق بدورته السادسة. الشركات قدمت عروض مختلفة ومتنوعة، ويأتي المهرجان كخطوة لدعم المنتج المحلي سيما بعد انقطاع دام عام كامل بسبب الظروف التي شهدتها البلاد. فعاليات مهرجان تسوق بدورته السادسة هذا الموسم الاستثنائي الذي نستطيع أن نسميه استثنائي بكل معنى الكلمة، بالظروف اللي يعيشها البلد، بجائحة كورونا، بالأزمة الاقتصادية، لكن وبحمد الله وبتعاون الجميع، ونقدم شكرنا من هذا المكان إلى جميع من ساهم في إنجاح هذا التظاهرة الاقتصادية الذي ينتظرها أهالي البصرة من عام إلى عام. الحمد لله قرابة 100 شركة من 6 دول قدمت إلى هنا، قدمت منتجاتها المتنوعة والمعروفة واللي بات يعرفها أهالي البصرة جيدا، وأكو إقبال من قبل المواطن يعني الحمد لله والشكر، وهناك أكو هواي تخفيض بالنسبة للشركات. يعني أزي شيء تعرف الأسواق كانت أغلى، بس الظروف والعرض شوية الأسعار يعني تقريبا يعني جيدة جدا. يعني تشتغل على المنتج العراقي أكيد يعني، بس الدولة ما جاي تدعم المنتج. المنتج العراقي من المنتجات الجيدة يعني، مو ايش اسمه، بعدين هو يفرق لنا هواي بالقمرق والضريبة وتستورد، طبعا فرق هواي يعني. العراق ومصر والهند وباكستان والأردن وإيران والمغرب، 6 دول قدمت منتجات تنوعت ما بين الأثاث والمواد الغذائية والنحاسيات والملابس والعطور والتوابل والأنتيكات. احنا عندنا زباننا الخاصة منتج عراقي بصراوي 100%، قدرنا ان احنا اليوم عن طريق هذا المعرض نقدم ايجابيات كثيرة. انصح كل شخص حاب انه مثلا يسوي التسويق او يريد ينشر منتجه على مستوى السوق البصري انه يتجه لهذا المعرض او مثل هيك معارض. باكستان، وهذا معرض بصرة دولي، والله حلوين، انا اول مرة جاي، وهذا حركة في يعني اشتري زبون الحمد لله. هذا معرض مصري في باكستاني وفي هندي، واليوم حبينا نشترك بمعرض البصرة الدولي من أروع العطورات الفرنسية الخليجية. والله إقبال كلش حلو طيب، يعني ناس هوسة، ازدحام، العوائل. شاركنا لأول مرة بمعرض البصرة الدولي، بس إن شاء الله الأيام اللي راح تجي، الأشهر اللي راح تجي، مشتركين في كل المعارض. وتعتبر مدينة البصرة سوقا كبيرا لعرض مختلف المواد، كونها من المدن الاقتصادية الجاذبة لدخول الشركات الاستثمارية. لبرنامج يوم جديد، علي عدنان، البصرة.